السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. جالكم النهاردة فيديو جديد، ومعايا النهاردة بوت جديد. بوت النهاردة نقدر نكسب منه عملة البي يو اس دي. طيب البوت النهاردة طبعا صادق، تمام. طبعا انا لسه عملتش فيه اثباتات سحب وكده، ولكن انا شفت ليه فيديوهات كتيرة، تمام، وناس سحبة منه. طيب انت مش خسران حاجة، لانك هتسحب منه بشكل مجاني، وطريقة الربح فيه طبعا زي البوتات التانية عن طريق الدعوات او الاحالات زائد البونص اليومي اللي انت بتاخده من البوت. جميل. فاول ما تخش على اللينك اللي انا سيبهولك فيه اول تعليق مثبت، فهيوديك على صفحه بالشكل دوت. اول حاجه هتدوس طبعا على كلمه ستارت، زي ما انت شايف هيجيب لك مجموعه من القنوات دي المفروض ان انت تشترك فيها. فبتشترك فيها ازاي؟ هقول لك. فاول حاجه هتدوس على اول رابط ده بالشكل ده كده، تمام. فهيجيب لك قناه بالشكل ده، عليك طبعا تدوس على كلمه انضمام، وبعد كده ترجع ورا وتدوس على القناه الثانيه نفس الفكره بالظبط، وتدوس على كلمه انضمام وترجع ورا. القناة الثالثة بالظبط، وتدوس على كلمة انضمام وترجع ورا. القناة الرابعة، تمام، وتدوس على كلمة انضمام، تمام، وتدوس على كلمة كاتم عشان خاطر يكتم لك الإشعارات، وترجع ورا. وبعد كده تدوس على القناة الأخيرة ديت، وبعد كده تدوس عليها انضمام وكاتم، وبعد كده ترجع ورا. يوتيوب تشانل دي طبعا بتدوس عليها عشان خاطر تشترك في قناة اليوتيوب الخاصة بيهم. بعد كده لما تخلص الكلام ده كله هتدوس على كلمة جويند، تمام. زي ما انت شايف طبعا بيجيب لك شوية قنوات تانية برضه انت لسه ما اشتركتش فيها، المفروض تشترك فيها، فبتدوس فيها زي ما انت شايف كده، وبترجع ورا وبتتمم عليهم بصه كده اخيره كده تشوف هل انت في قنوات معينه ما اشتركتش فيها ولا لا. طيب لو لقيت انك اشتركت فيهم كلهم كده بالشكل ده، هتدوس على كلمه جوين الموجوده تحت دي تاني، تمام، وبتنتظر شويه. زي ما انت شايف كده بيجيب لك هنا طبعا اختبار، طبعا زي ما انت شايف في شويه حروف وكلمات كده، فدلوقتي في حروف هنا دلوقتي انا مش واخد بالي منها كويس، فهدوس على كلمه ريفرش، تمام. فندوس طبعا غير لنا الاختبار زي ما انت شايف، جاب لنا حروف تانية برضو، خلينا ندوس على كلمة ريفرش لحد ما يجيب لنا مثلا حروف ايه الدنيا فيها جميلة، تمام. اندوس برضو على كلمة ريفرش تاني لحد ما نلاقي كده حروف كده ايه سهل اللي هنكتبها، زي دي مثلا 2 وزد سمول وواي سمول واي، وبعد كده 6، وندوس على ارسال. زي ما انت شايف كده انا كتبتها صح، فيجيب لي الكلمة ديت. تعرف انك كتبتها صح او غلط، ليجيب لك الكلمة دي مين منيو. بعد كده طبعا تيجي هنا في القائمه دي وتدوس على اول حاجه طبعا هنا البونص، دوسنا عليه هنا طبعا بالشكل ده فجاب لنا ديت. اول حاجه نعملها ايه؟ هندوس على كلمه جيت بونص الموجوده ديت. زي ما انت شايف كده انت خدت بونص يومي، البونص اليومي هنا 1 من 100 زي ما انت شايف سنت. جميل. فالمفروض اللي احنا نعمل ايه بقى؟ نبدا ان احنا ندوس على كلمه ايه الريف ستيت عشان خاطر ان احنا نجيب فيه كود الدعوه الخاص بينا، ونبدا ان احنا نكسب عن طريق الاحالات. زي ما انت شايف كده جاب لنا ايه الكلام دوت. طبعا الكلام ده بيقول لك ان انت هتبدا تاخد 0.015، تمام، سنت من عمله البي يو اس دي، تمام، كهديه او بونص، تمام، على كل شخص هتعمل له احاله، وده كود طبعا الدعوه بتاعك. فبتبدا تاخده نسخ هنا بالشكل ده كده، ضغطه مطوله، وتدوس على كلمه نسخ هنا، فانت كده نسخت الكود الخاص بيك. فهتبدا تروح تبعته لاصحابك مثلا وكده، ويبداوا يطبقوا نفس الخطوات دي بالظبط. وعشان يتحسب معاك احاله صحيحه كامله، فلازم انك انت تدوس طبعا على كلمه بونص ديت، وتدوس على كلمه جيت بونص، والشخص اللي انت هيخش يسجل عن طريقك لازم يعمل نفس الكلام عشان خاطر يتحسب معاك احاله كامله. زي ما انت شايف اول لما دخلت على الايميل الاساسي بتاعي، تمام، زي ما انت شايف you have been rewarded، تمام، وخدت العدد ده اللي هو 0.015 سنت من عملة البي يو اس دي، تمام، كهدية عشان خاطر كده انا عملت احالة، تمام. بس فده طريقة شغلك بالمجمل جوه الموقع. زي ما انت شايف كده انا جمعت هنا، تمام، 0.016 زي ما انت شايف كده، اقل حد للسحب طبعا اللي هو 0.1 اللي هو ايه 1 سنت من العملة. فتبدا تشتغل فيها على الاحالات طبعا، وكل ما تشتغل احالات اكتر كل ما فرصتك في انك انت تجمع العدد اكتر واكتر. وطبعا زي ما قلت لك تشتغل عليه برضو على البونص اليومي اللي انت بتاخده من الموقع. فده كان كل حاجه لفيديو النهارده. ما تنساش بقى لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس وتكتب لي تعليق حلو من عندك، تمام، وهتلاقي اللينك بتاع البوت في اول تعليق مثبت، فتدخل وتتفرج على الفيديو كامل، تمام، عشان خاطر تكون فاهم داخل تعمل ايه بالظبط. وطبعا البوت ده طبعا بيسحب على محفظة الفوسيت باي، تمام، فلازم يكون عندك محفظة فوسيت باي، تمام. بس فده كان كل حاجة بالنسبة للفيديو. استنوني في فيديو جديد وسلام.